والله ما لي عرفانة شو بدي قلك. بس شو؟ بعرف انك متضايقة. متضايقة ومخنوقة. حاسة حالي رهجت. ما في كلمة بتقدر توصف شعوري. ما عم بقدر صدق. معقولة يا أبي أنا؟ أبي عم تفهمي شو أبي؟ رفيقتي؟ طيب حكيتي أبوك؟ ما بدي حكي. نور استني، وين رايحة نور؟ شو؟ ليش جايبة لهون؟ شو بدك تقول؟ بابا نور، الله يرضى عليك، اهدي واسمعيني. شو بدي اسمع؟ شو المبررات اللي بدك تقلي عليها؟ كيف بدك تقنعني؟ ليش بعدتها لعندي؟ ليش خليتها تاكل تشرب معي؟ ليش فوتتها على بيتي وخليتها تعرف كل اسراري؟ ليش؟ وبعدين معك؟ بابا القصة مو مثل مالك ما تخيلتيها ابدا. ايه معك حق، لكن شو القصة يا مرت ابي؟ انا مو مرت ابوكي. لكن شو؟ لسه ما تجوزتوا؟ جايين تعزموني على العرس؟ نور، نسمة أختك. خليني فوت احكي معك كلمتين. لا بابا، انا بحكي معه. خلص انت روح ولا يهمك. ماشي حبيبتي، شو بصير معك خبريني. نور بدك تسمعيني، إن قلتي إيه وإن قلتي لا، بدك تسمعيني غصبا عنك. أنا أختك اللي انحرمت بكذبة اعتبرها بابا بيضة كرمالك أنتي. لك أنا انحرمت من أبي ومن أمي اللي ماتت على بكير كتير. نور بابا ضحى كتير من شانكم، كنت أنا الضحية. انتي عشتي بجو عيلة مع أب وأم بالوقت اللي أنا انحرمت منه. أنا وعيت لا أب ولا أم، كرمال مين ومن شان مين؟ وقت اللي قال لي بابا إنه صار لازم أنزل أعيش معك كانت أحلى لحظة بحياتي. حبيت أعرفك وتعرفيني، تقرب منك وتقربي مني. حاولت عوض حالي عن الشي اللي أنا انحرمت منه، وفعلا صرنا عيلة وحدة. بفرح معك وبزعل معك، أكيد كان لازم تعرفي من زمان، بس بالنهاية
أنا أختك، وهذا الشيء لا أنا لي ذنب فيه ولا أنتي. وهلا أنا هون، أنا نسمة، نسمة عصام أبو جمعة، وأنتي نور عصام أبو جمعة. الله يستر الله يستر الله يستر. يا ترى شو عم يصير جوا؟ لك هدوا بقى انتوا التنتين، هلا بنفهم. ميديا، لبنى، هزار، تعوا لهون. انا ما رح فوت. وانا كمان. قوموا انتوا التنتين. بدي. لك قومي. قومي ميديا. في شي جذر تغير بهالبيت. خلص انا رايحه احجز بالبولمان وطالعه على الضيعه. انا منيح اللي ساكنه لحالي وعندي بيت. نور والله مصرياتي ما بكفوا اشتري فيلا جديده. لك انا بستغني عنكم. انا تفضلوا سلموا على اختي بعد 25 سنه. يا بيي انا كان قلبي حالته وقت اللي اجيتي على البيت انه في شيء مشترك بينك وبين نونو، مع انه لون الشعر غير ولون العيون غير وحسيت انك اختها. حكي لي يا زهر. يا الله جعبالي يطلع اختكم انا كمان. حتطلعي حبيبتي. شوفي ماني حاببتهم، حاسه حالي تسرعت بتنقايتهم. نور مشان الله، حاج وسوسه. وين نسكافيتي انا بقى؟ ولا ان شاء الله عمري ما اشرب ست نسمه. صعيب حب المتة اكتر، بس اخ لو رب العالمين يبعث لي هيك اخت مثلك من غامض علمه تدللني ان شاء الله. ما بتعرفي بجوز تطلع ميديا ولا قلي تطلع هزار اختك. يومو على هالحكي. اسمعي والله يمكن بنتحر دغري، بكره بروح بتبرى منها. ارحميها للبنت. امسكي اشربي. عم فكر قوم غير اوعي وطلع لك كرت، اذا ما بتعرف انه هي اول معزيم. والله تفرمك. بعرف تعدمك. ادعولي. موفقة. لك ميديا وين مختفية من الصبح؟ هالبنت كترانه غطاتها. ايه طبعا، لانه بتكون غاطة مع السيد حسان. مو معقول صار له كثير زمان ما حكى معي. لك حتى ما عاد كلف خاطره يعمل لي شغل. ليش هي تاركت له عقل؟ يخرب بيته هالشب شو نزل من عيني. لك بخش لي بدني من كتر ما ضل يقول من نفس الضيعة وشربانين من نفس المي وشامين من نفس الهواء، وفجأة هذا الحكي كله بينسب لحظة. ايه هذا أكبر دليل على إنكم شربانين كل واحد من حنفية شكل. أنا شايفة أنه موقع صالح هون كتير مناسب. طبعاً كتير مناسب، أصلاً مشروع العمر اللي عم خطط له أنا وياكي بحاجة بالضبط لهيك موقع. ما نهتكلنا على الله؟ عن جد ماني مصدق، حاسس حالي كأني بحلم. شو هو اللي مالك مصدقه؟ إنك وافقتي. إيه لا صدق، أحسن ما أطرقك شي بوكس خليك تفيق من حلمك. يا الله يا نونو، إن شاء الله ألف 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 مبروك. والله إني مبسوطة ما بتتخيلي قديش. يعني ماني مصدق أنه خلص أمورك الحمد لله رح تتيسر وتخطبي وهيك بدك تفوتي على بيت الطاعة. الله يبارك فيك، عبال ما نفرح فيك يا رب. لك يبعت لي همة، يبعت لي همة. لك أنا لساني بده قص. الزور أنا آسفة، يعني أنا ما قصدت شي والله. لك خلص عادي، والله عادي. لا أنا حقلك شو قصدي، يعني أنا ما قصدي أنه أنت تتنية بعيد ألف شر، بس أنه يعني بركي بترجعي أنت وقدري. قدري؟ ليش وينه قدري مبين؟ لساتك بتحبيه ما؟ ليش أنا يعني ما عندي قلب إني حب وحن وأتمنى إني كون أسرة وبيت؟ بس والله يا نونو ما زبطت. ظاهر نحن أحلامنا دائماً هيك بتتكسر. يا الله شو سعد لسام وريحة السام. وهي اشتقت لك. ايه ما حلك تشتاقي، كل اللي غبتيهم كام يوم. كله للشو. ايه والله لا تتمسخري علي، عن جد حاسه حالي صار لي سنه غايبه، حتى اشتقت لكم قلكم والله كثير كثير. بتعرفي لو كنا معك كان اختلف الوضع. بس انا اللي ما هي صدقته نسمة وقعدي اختلفنا. هذا اللي صار. شوكا زار. احكوا لي احكوا لي شو نسبي تفاصيل، عن جد حاسه
حاسه حالي غايبه مليون سنه وعلي رايح تفاصيل خيرات الله. يلا احكي. لبنى طلعت اختنا ميديا يا بنت اهم شيء. يسعد لك حبيبتي. لا شو بدك هون؟ رحت ورجعت ولساتكم تتخانقوا. هلا شو بدك فيهم؟ شو بدك فيهم؟ شو صار معك؟ شكرا. لا شغلات كثير ايوه يلا احكي لنا شو صار. اول ما حطيت رجلي بالمطار شفت لكم شب ولي يا امي. شو يعني حلو كثير احلى من مهند؟ ليش مهند ما بيجي نقطه ببحره. هلا تركينا من حلاوته احكي لنا شو صار معك بعدين. اول ما فتنا على المطار اخذ هالجوازات بخمس دقائق كان ممشيهم. شللنا الشناتي مشلنا اياهم وجاب لنا تاكسي خلاها على حسابه وصلتنا لباب الاوتيل. برافو جدع الرجال حبيتني. طبعا شفتوا شيء؟ شوفوا بعثة الوريد، شوفوا عزايم الغداء والعشاء، شوفي التليفونات، شوفي الهدايا والكدويات، شوفي الرحلات البحرية. لا ها شكله غرقان لشوشته. ايه غرقان ومكتل. بس امي شو بها امي؟ احكي لنا شو عملت له؟ بحثت لك عليه هذيك البحثة وقلعته. يامو الله يسامحك يا طنط فريدة، يعني هي من طول عمرها هيك نرفوزة وخلقها ضيق. المهم هلا احكي لنا شو صار بعدين، رجعتي شفتي؟ يا ستي ما عادت شفته هيك لاخر يوم ونحن راجعين شفته بالمطار. ايه وشوفوا شو عمل. شو عمل؟ حرق لنا امورنا وما مشينا الجوازات وتشوفي نطقنا ثلاث ساعات. اي والله نزل من عيني. قال منه انا ما شفت بحياتي. يخرب بيت مين هذا اللئيم اللي عم تحكوا عنه؟ تعالي احكي لك القصه عادي. لا خلونا نمشي لانه عندي موعد كثير امبورتنت. بهت لي حمه عندي بلان مع وسيم ومبسوط. قومي هلا بصي خلينا نمشي على طول ما في مشكله. اهلا كملكم قصه. يلا كانوا يفطروا ويتعشوا فيها كثير حلوه. هاي الصوره باكبر مول بتركيا اسمه مول جواهر. يا الله شو في شغلات حلوه بقلب هالمول. ولي سميحه انت قاعده عم تلهينا بالصور مشان ما تورجينا الهدايا. حاج تنقي عيني تجيبون. يلا قوام نسومه. شو حبيبي وين راحت ميديا؟ يعني لوين وصلتيها؟ نزلتها بشارع الحمراء. ليش شوفي بشارع الحمراء؟ ليكون رايحة تتسوق؟ ما سألتها بس يمكن حسان كان ناطرها هونيك. حسان؟ يا ترى شو عم تطبخي انت وياه يا ميديا؟ معقول يكونوا ناويين؟ العشاء رح يكون بوفيه مفتوح، شرقي وغربي ومأكولات بحرية، اوكي. نور ليش كل هاد؟ حبيبي هي هدية بابا للخطبة، شو بدك يعني قول له لا ما بدي الهدية؟ يعني بلشنا هيك من أولها. لا تنسى الخطبة أنا العروس، ولا بدك ياني أعمل الخطبة بالبيت واستأجر لك كرسي خيزران؟ والله أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة لأنه هيك أنا بيتوتي. بدك تبطلي العادة. صعب. تفضلي. ميرسي ميسي أوفو. ومشان الجاتو اتفق معنا السيد عصام على قالب من 10 طوابق. والديزاين والكريمة هلأ بس نخلص هون من الصالة نطلع على المكتب وتنقوا على الكتالوج. أوكي. طيب ومشان التصوير رح نبعث لك المصورة اللي عندك على البيت لتاخذ لك لقطات فوتو مونتاج معك أنت وأهلك ورفقاتك. طيب والعريس ما له فوتو مونتاج؟ بلا إذا بتحبوا ممكن. هلأ أنا ببالي فكرة إنه حابة أعمل مثل فيديو كليب تجمعني أنا وياه صور فيديوز. في إمكانية؟ صبايا. هاي اهلين دادو. تعالي شوفي شو جبت لك معي من تركيا. ثواني بس عن اذنكم صبايا راجعت لكم. ايه حسان الو. يعني انا هالتليفونات هاي مو عجبتني ابدا. وليه؟ لتكوني غيرانه على حسان. دخيلك انت بلاها استنتاجاتك.
مو معقول الجو هنيك بيطير العقل والاسواق، ولي على قامتي اذا بتضلي بتفتلي اسبوع ما بتشبعي مشتريات. يلا حاج تحكي حاج تحكي والله حرصتيني. سامي؟ ايه سامي، ليش مستغربين؟ ايه الحمد لله على سلامتك. امتى رجعت؟ طلعنا من جيرود الساعة 8 المساء، وش الصبح كنا هون بالشام. شو هالحكي؟ يعني تعطلت معكم سيارة على الطريق؟ ها لا، اجينا مشي. مشي؟ ايه مشي، ليش مستغربين؟ هلا سامي، انتو وين كنتوا بالضبط؟ كنت بمصنع الرجال وورشة الأبطال، كنت عم بعمل دورة قتال قريب وقتال شوارع، كنت عم بعمل دورة تكيف مع الطبيعة ومع الصحراء، كنت عم بعمل دورة تسلق جبال ودورة قفز مظلي. يعني اللي قدامكم هلأ سامي جديد، سامي رجل الرجاجيل اللي قادر هلأ يشيل طون اثنين ثلاثة أربعة ما بدي بالغ حديد. ايه واضح. مرحبا سوسو. ابلع هاي كلمة سوسو، إذا بسمع على لسانك مرة تانية بفسخك نصين، فهمان؟ شو صاير؟ وتقوم تطلع حية هالقد قدها، الشباب اللي معنا انقطع قلبهم، الكل خاف، اجيت قلت لهم بعده هيك، مسكت هالحية هيك بإيدي وشلت سنانها من محلهم وضربتها ضربتين وكبيتها بالأرض. طيب ومرة تانية كنا ماشيين بالصحراء عن إذنكم شوي. مرحبا أنسي زينة. أهلين سامي. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. بصراحة كنت ناوي فاتحك بموضوع بس متردد شوي. لا الله يسامحك، احكي قول شو في. يعني علي الأمان؟ ايه طبعا. بصراحة كنت ناوي اطلب. شو بدك تطلب؟ دفتر المحاضرات مشان تصور كل شي راح علي بغيابي. دفتر المحاضرات؟ ليش في مانع شي؟ لا ابدا تكرم عيونك، بس يعني انا فكرت انه بدك تطلب شي تاني. شي تاني؟ شي تاني مثل شو؟ لا خلص ولا شي انسى. عفوا يعني فيني اطلب شي تاني؟ يعني ممكن. يعني اذا ناوي تطلب النوتات تكرم عينك. لا كنت ناوي اطلب ايدك. شو؟ زيت وقتك فرفح قلبي. شو؟ شبكي؟ هيكي عاملة معكرونة بالبشاميل اللي بيحبها قلبي. شمي. ما بدي بطاطا مقلية. ما بدي. تعي شميهم لهدول. شبك حبيبتي؟ ليش متضايقة؟ ماني متضايقة، لكن شوفي زين خطبت. حلو. طيب وانتي ليش متضايقة؟ لأنه يعني حتبطلوا تكونوا رفقات؟ لا لكن شوفي زين خطبت لسامي. سامي؟ سامي سامي سوسو اللي بيخافوا من الصراصير؟ هذا حكي كان زمان، هلا سامي صار رجال ولا كل الرجال، هلا اذا بسلم عليكي هيك بيقطع لك اصابعك. وانتي بتحبيه؟ ما بعرف، حتى ما بعرف ليش ضايقت لما سمعت بالخبر، مع انه سامي ما كان بيعني لي ابدا ابدا. قلت لك معقول هيك بتحبه وماني عرفانه؟ يعني حب لا وعي مثلا.
سموها حبيبتي، عجبتني كلمة حب اللاوعي. كل ما هنالك، هذا ما اسمه حب، ما بعرف شو ممكن تسميه، بس بقدر فسر لك اياها بطريقة تانية. انت كنتي حاطة سامي على الرف، وبتعرفي ايمتى ما رجعتي رح تلاقيه قاعد هيك وناطرك. بس هي أول مرة بحياتي بغير على سامي. حبيبي صدقيني، هذا لا حب ولا غيرة، وبكرة بتشوفي أول شخص رح تصطفيه رح تحبيه وتعجبي فيه مثل العادة، ورح ينسيكي سامي وأبو سامي. عنجد نور؟ طبعا عنجد حبيبي. يلا قومي حاجتك دلال، هلأ بتفرد المعكرونة، قومي. يلا بس بدلت يا عمي. يلا تقشي. لا تجنينيني، عم قلك اليوم خطبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي، كل المشوار ما رح ياخد مني غير نص ساعة روحة ونص ساعة رجعة. ميديا نص ساعة؟ عندي موعد مع الكافيه ومانيكير وبديكير، ولسه عندي بروفة تصوير، شو بدي أعمل بكل هالوقت؟ قولي لي بس فهميني، أنت لوين بدك تاخدينا؟ خلص بس تروحوا لهنيك بتعرفوا. يا مو ليكون تجوزتي أنت وحسان؟ لا طمني، ما جنيت لسه. ميدو ما بمشي الحال تروحي من دوني؟ خدي الصبايا كلاتهم، أنا عندي محاضرة كتير مهمة لازم أحضرها اليوم. ميديا الله يوفقك، أجلي موعد لبكرة. لا حبيبتي لا تؤجل عملي اليوم إلى الغد، اليوم يعني اليوم. خلصنا نور، يلا حبيبتي قومي البسي. حبيبتي عم قلك ما معي ولا نص ساعة، شو بعمل؟ نور اسمعي كلام أختك الكبيرة، إخوات آخر زمن. شوف هالمشوار الضروري شو هو. ميدو حياتي الله يوفقك، قولي لي لوين رايحين؟ والله ما بجيب سيرة لحدا. أنت تحديدا ما رح أقول لك. نسمة عينك على سميحة، أنا رايحة ألبس، اوعى تخليها تهرب ماشي؟ لك لعيونك، ألف طلب من هالطلب، وقت تحركي ها؟ يا الله يلا بدي روح. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا صبايا، نور النادي. يا مو يا مو يا مو يا مو يا مو ما شو ولي بشن؟ شو رأيكم يا صبايا؟ بشن بيطير العقل. بس ليش جايبتينا لهون ميديا؟ مشان ينحرق قلبي بزيادة يعني؟ وليش رح تحترق قلبك حبيبتي؟ لك شو ليش؟ انتي اكتر وحدة بتعرفي قديش انا بحلم اني اشتغل بهيك نادي. ميدو اذا بتعرفي صاحب المحل هاد تبع النادي خليه شد للبنان. ايه عن جد ميدو؟ هل انا بعرفه؟ ايه وبتموني عليه؟ مليون بالمية. يعني بدك خليني اشتغل هون؟ مو بس رح تشتغلي، رح تكون هاي الصالة بإدارتك، ومن هاللحظة بتعتبري حالك مديرة النادي. ميديا عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ لحظة لحظة يا صبايا، ميديا بوس ايدك رجعي عيدي شو قلتي، لأنه أنا مخي ما عم مستوعب. أنيسة لبنى، لقد تم فعلا اتخاذ القرار بتعيينك مديرة لهذا النادي. حبيبتي ميدو فهمينا شو القصة؟ لك مين صاحب النادي؟ بعرفكن على شريكي حسان، إله نص النادي. وانتي إلك النص الثاني؟ بكل تواضع. مكتوب بريالي يا ميديا حبيبتي. لك مبروك، لك مبروك، مبروك يا لبوني. مبروك. لا 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 لا، هاي طلعتوا بتشربوا من نفس المي وبتشموا نفس الهواء، صح ولا لا؟ لك ويلاه ويلاه، اذا الحكي ما بعرف تنسى شو كانت خسرانة لو وصلتنا بطريقة ضروري تشطط هالشنطتك كلياتها. هي والله ميديا مشان الله اشتري لنا سيارة وخلصينا بقى. يخرب بيتك انت بالذات ما لازم تحكي ولا كلمة. ليش بقى؟ حبيبتي لأنه هلا حطيت كل مصرياتي بالنادي تبعي. سمعتي؟ هلا بلشت المنيات. خلص بقى بلا ولدني. بدال انت ما تشدي حالك بإدارة النادي ليجيب أرباح لتشتري لنا كلياتنا سيارات، عادم تتفصحى نزلت لبنى هلا. ويلاه ويلي على هالحكي، ليكون فاتحتي لي بورصة مو نادي. ولك بس بقى بس بطلخ نابة قلنا هاليوم بس. انتي لسه بالذات مخبى ورا الاعصار. نسمع خلاص خلاص ان شاء الله خلاص، بروح بغيرهم هون. لا 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 طيري طالعه بتشلي ليكي باحلى الفستان، خليكي فيه. عن جد طالعه بتطيري العقل، اميزنج. وين نونو؟ بغرفتها. لك يا الله لهلا ما خلصت، كثير تاخرنا، يعني انا رايحه استعجلها، مو معقول شو قلبها بارد. حدا يروح وراها
هلا بتوترها لنور، انا ماني قدراني لابسه الكعب، ما عم بعرف امشي ولا عم بعرف وقف. اي حدا منكم، لانه انا بصراحه بدي اروح البس، تعرفوا باخذ وقت شوي. يلا باي. وانا كمان بدي البس وبدي اضبط سيارتي. لكيف انت كشو ما شفتي شوفير التاكسي مغلظه؟ قال له رفع الشباك وهو مصر يضل منزله. ام لهوى طيور سياراتي، كيف بدي اظبطه؟ انا رايحه اشوف. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك يا نونو. حبيبه قلبي الله يبارك فيكي. كيف شايفه؟ شوف تلف 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 كمان كمان، بياخذ العقل يا نونو، بيجنن عن جد، كانك طالعه هيك بتشبهي حريات البحر عن جد. بس ليكي بدك توعديني، ها بدك تعيريني يا بخطبتي؟ يمو ليش مو ناويه ترجعي لقدري؟ ما فشر ارجع له، خليه يتحمل مسؤوليه شو عمل. لبوني كيف شايفه؟ لك تقبريني طالعه بتجنني. اي والله وسيم لحتى يسحل عقله. حبيبتي طيب مكياجي ظابط؟ بجنن. قولي له قولي له لك يصح له يصح له هيك قمر. بس نونو حبيبتي يعني ما بصير، نحن كثير تاخرنا، لازم يكون في حدا بالصاله. بس انا ما فيني روح ليجي وسيم. لك شو وسيم ما وسيم؟ وسيم ما بصير تشوفيه الا على باب الصاله، فهل مو منيح؟ بس انا هيك متفقه معه على اساس هو يجي ياخذني. حبيبتي عيب كتير ما يكون في حدا من طرفك على باب الصالة عم يستقبل معزين. تقبريني روحي انتي، انتي بمثابة اختي الكبيرة. تكرم عينك. بس حبيبي ما رح روح لحالي، خلي حدا يروح معي. ولا يهمك هالزورتي، انا فايتة غيرتي يابي البس فستاني ورح روح معك. ايه كتير منيح هالزورة. يا حبيبتي ما بعرف ليش هيك قمطني قلبي وخايفة كتير. لك عادي عادي يا نونو، يعني كلياتنا بهيك لحظات منخاف. تتذكري وقت خطبتك على وائل قديش كنتي خايفة؟ يبعت لي حمى يبعت لي حمى على هالسام. ألو إيه حبيبتي. لا لا ليكني جاي على الطريق، نص ساعة بالكتير بكون عندك. إيه ليكي نور، صحيح شو كنت بدي أقلك؟ اشتقت لك. لا لا انبلا انبلا، لسه بدي اقول لك شغله ثانيه، استني شوي. انا بحبك كثير. طيب يلا اوكي باي باي. يا استاذ وسيم. ان شاء الله الف 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 مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. شكرا لك. بس عفوا مين حضرتك؟ حبيت اجي بارك لك هيك بشكل شخصي وعلى طريق. يا سيدي تسلم. بس فيني تعرفني على حضرتك لو سمحت؟ لا معقول ما بتعرفني؟ يعني هذا الوش هيك غريب عنا؟ والله يعني ما بدك تواخذني، انا بحكم شغلي بشوف عالم كثير ف يمكن نسيان. حبيبي انا اسمي وائل. تشرفنا سيد وائل. بس مين وائل؟ وائل خطيبة لنور. ايه شو هاد شو هاد؟ مو معقول رح تطفينا كلياتنا. لك لا نور بتجنني طالعة. واو احلى عروس حبيبتي. على فكرة هذا الفستان اللي لبسته بحفلة المغرب. يا ستي انتي خلقتي لتكوني ستار. نور من قلبك عم تحكي؟ طبعا من قلبي. على فكرة في مشروع براسي إذا زبط رح يرجعني لعالم الشهرة والأضواء. وأكيد رح تنجحي أنا متأكدة. يرسي حبيبتي بس مو كأنه تأخر وسيم؟ تأخر كتير.
لك شو صار معي؟ لك حكيته وقال وسيم لهلا ما وصل. لهلا ما وصل؟ لا مو معقول، يعني عن جد طنجره ولا اضغطاها، اثنيناتهم ابرد من بعض، شو قلت هالزوي؟ استعجلونا شوي العالم بلشت تضوج. دقت له نور اكثر من مره ما رد عليها، وسالت قال صار له اكثر من ساعه طالع من بيته. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شو العمل؟ والله ما بعرف. هني؟ دقيقه. لا خارجي كانه تركيا. خير؟ الو؟ ايه انا هزار. مين عم يحكي؟ ما عم بفهم عليك، شو عم تقول؟ شو؟ ارجع عيد، ما عم بسمع منيح، شو قلت؟ شو؟ هزار؟ 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 يا ربي هي خامس مره عم دق له ما عم بيرد. طيب ارجعي كمان جربي. طيب شوفوا لي هذا مو حلو؟ كثير حلو، بيفلش، بجنن. اميزنج، هذا احلى واحد لبستي عن جد. ما عم بيرد، انشغل بالي. طب جربي كمان حبيبتي، جربي. الغايب عذره معه. واخيرا الحمد لله. تعبت تعبت. وينك لهلا؟ عم دقلك على الموبايل، ليش ما عم ترد؟ حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. وائل؟ لا يا نور، معقول بدك تنخطبي وما تعزميني؟ هي ما حبيتها منك بنوب. بس انا بعجبك وبفهم بالاصول. قلت ما حلوة يعني وما اجي بارك لنور. ان شاء الله الف مبروك. صحيح، قبل ما اجي لهون مريت وباركت له للسيد وسيم. شو بدي اقول لك كمان؟ لا تستني لانه ما رح يجي. شو نور؟ عصيته عند الباب؟ نور شو في؟ مين كان على الباب؟ احكي نور شو بكي؟ طولوا بالكم يا جماعة، خلونا نفهم منها. قلت القدر هاي إنساني سليقة. لا نسيني، لا قبل يتركني. نور احكي احكي شو في؟ وترتينا صبايا. انا اسفة بس الحفلة التغت. جنن بقبره صرت بالشام. لا تخافي يوم، لا تخافي بلحقهم. ايه وين بدها تروح يعني؟ إيه اذا ما لحقتها هون بالشام بلحقها على تركيا. على الاناضول بلحقها، وين بدها تروح؟ اعزائي الحضور، رحبوا معي بالاعلاميه السوريه المتالقه ميديا اسري.
برحب بكل الحضور وبرحب بكل المشاهدين اللي عم شوفونا هلأ عبر الشاشات الفضائية العربية. بتعرفي نور، مو تو أعرف شو هاي المفاجأة اللي حبيت لنا يا عميدي رحتو؟ أنا مثلك. عالم الأزياء عالم واسع كتير، وحلقة اليوم خصصة لندخل هالعالم من خلال تجربة صبية حلمت وقدرت تحقق هالحلم، وبزمن قياسي صار عندها واحد من أهم دور الأزياء بالعالم. خلونا نرحب بالصبية الحلوة ليلى داود. كثير بتشكرك ميديا لأنك نسقتي معي وخليتيني إجي وأحضر برنامجك وخليتيني أرجع لبلدي للناس اللي بحبهم. لبنى معقول لسه تستايل مثل ما هي؟ تقور قلبي شو كربوجة لك، كل عمرها كربوجة. بتعرفوا قدي ورجيتوني صور عنها، بس هي بالحقيقة أحلى بكتير. بتشل كل بنت في عندها حلم، كل بنت بتتمنى يجي اليوم يلي يتحقق حلمها فيه. في بنات بيحلموا بالزواج، بنات بيحلموا يصير عندهم وظيفة مرتبة، بنات بيحلموا بالشهرة. وأنا كان عندي حلم، كان عندي حلم أنه أعمل بصمة بعالم الأزياء يلي ولدت لكون جزء منه. تعبت كتير وقعت كتير، بس كل مرة كنت أرجع أوقف على رجلي أقوى من الأول، قول أنا لازم كفي. والحمد لله وصلت، حققت حلمي وقدرت أفتح دور أزياء قدر بفترة زمنية قياسية يكون واحد من أهم دور الأزياء بالعالم، يلي من خلاله تعلمت أنه إرادة المرأة ما ممكن شي يوقف بوشها طالما منعرف شو بدنا. ليكني رجعت لبلدي، رجعت لسوريا ورجعت للشام لحتى كفي المشروع اللي بلشت فيه وفتح فرع لدار الأزياء الخاص فيني. سميته صبايا، تيمناً بالصبايا يلي بالفعل كانوا هنن كلياتهم مصدر إلهامي. بدي خص بالشكر كل الصبايا يلي بالفعل دعموني كتير بالحياة. شكراً ميديا، شكراً لأنك علمتيني إنه كل ما أوقع لازم أرجع وقف أقوى من الأول. شكراً نور، شكراً لأنك علمتيني معنى الوفاء والصدق بالحياة. شكراً لبنى، شكراً لأنك علمتيني معنى الصبر وكيف الوحدة بتكون أخت رجال. شكراً سميحة، لأنك خليتيني أعرف أنه صراع المرأة مع الجمال موجود من زمان كتير ما رح يخلص بعمره. وضروري نشكر نسمة الصبية الجديدة بالشلة اللي فعلاً كانت مثل النسمة وحركت مشاعر الصبايا. كنا شلة صبايا عايشين تحت سقف واحد، تشاركنا أحلى اللحظات وحلمنا سوا. أحلام تحققت وأحلام تأجلت، بس أنا متأكدة إنه رح يجي اليوم تتحقق فيه كل أحلامنا. ميديا بدي أطلب منك طلب، معلش نقول للصبايا كلهم يجوا لهون على الستيج؟ لكن خلونا نرحب بالصبايا. اهلين ابوني، كثير اشتقت لك.